أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إن بعض المفتين في وسائل الإعلام ربما يسأل المستفتين على أي مذهب أنت لكي يعطونه الفتوى على مذهبه، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذا ليس فعلا صحيحا. الواجب أنه يعطيه الدليل، يعطيه الحكم بالدليل، يقول الحكم كذا وكذا بدليل كذا وكذا. أما أنه يقول على أي مذهب أنت، مسألة ما يبتخير. نحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة، ولا نتبع من المذاهب إلا ما وافق الكتاب والسنة، ما نتبع من المذاهب إلا ما وافق الكتاب والسنة. نحن نجيبه بالجواب الذي نرى أنه هو الحق. هذا الواجب على المفتي، أن يجيب السائل بالجواب الذي يرى أنه هو الحق وأنه الموافق للدليل دون نظر إلى المذاهب. مسألة ما يفتخير. نعم.